بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي وينك يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي يا مولاي وينك بعد بعد يا صاحب الزمان. أتنوع بالوجوه أتنوع بالوجوه يا مولاي وينك أتنوع بالوجوه يا مولاي وينك نزلت دمعة العين من أسمع ودينك. يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي بعد يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي يا مولاي وينك غايب وين يا مولاي شو طالت الغابة هذا الجامع ملتمين تدعى الله بحبيبه تدعى الله بعد تدعى الله تلطم شور هالأنصار تنتظرك تجينا تلطم شور هالأنصار تنتظرك تجينا ندعي دوم الساعة ظهورك ندعي دوم الساعة يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي المرجع قال واجب تدعي وتصوم والقرآن لا تنسى هذا واجب يدوم والقرآن لا تنسى هذا واجب يدوم والندبة والجمعة تنجمني بتندوم والندبة والجمعة تنجمني بتندوم وارد دوم خليها على بالك وارد دوم خليها على بالك يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي إلك إلك الجو صيح يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي يا مولاي وينك سمعني يا مولاي العهد لا تنسى ناجي بالمناجاة دعاء العهد لا تنسى ناجي بالمناجاة والجوشن الصغير والكبير هن مهمة والناحية وعاشورة ذني هديات والجامع اقراها تنجيك
والجامع اخره تنجيك يا مولاي يا مولاي و... الله يا مولاي يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي يا صاحب الزمان لا تنسى زيارات الايام لا تنسى زيارات الايام وادعي بالسيفيا واستغفر للباري واركع لك ركعتيا لا تنسى تصلي وانصر دوم وعلى النب وآل البيت صلي وانصر دوم وعلى النب وآل البيت صلي دعاء العهد خلي دوم سيفك دعاء العهد خلي دوم سيفك يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي إلى خادم الحسين حيدر الشحماني يا مولاي اظهر شوف ناس بلا قيادة يا مولاي اظهر شوف ناس بلا قيادة بس أفكار خلاف الدين مضطشرة وزيادة مضطشرة وبعض الناس بعض الناس تخوني الأمانة بعض الناس بعض الناس تخوني الأمانة بس المحب يمهد ظهورك بس المحب يمهد يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي وينك يا صاحب الزمان يا مولاي يا مولاي أنت بطالي الغياب يا مولاي أنت بطالي الغياب ما تظهر قل لي شنو الأسباب احكي ما تظهر قل لي إلك ما تظهر يا مولاي أنت بطولي الغياب يا مولاي أنت بطولي الغياب ما تظهر قل لي شنو الأسباب ما تظهر قل لي شنو الأشبال والأنصار ظلت تحسب حساب الأشبال والأنصار ظلت تحسب حساب تقول لك خلينا عليهم تقول لك خل علي علي يا صاحب الزمان يا مولاي أنت بطالي الغياب ما تظهر قل لي شنو الأسباب ما تظهر قل لي شنو الأسباب الأشبال والأنصار ظلت تحسب حساب وتقول لك خلينا علي مناك هو تقول لك خلينا علي مناك يا مولاي يا مولاي وينك يا مولاي يا مولاي الى الموفق حيدر الشحماني يا غاتي